يرتبط مفهوم المواطنة بالمجتمعات الديمقراطية، ويستند إلى علاقة الفرد بالدولة في إطار منظومة الحقوق والواجبات. نحاول في هذا التقرير رصد مدى معرفة ووعي المواطنين حول هذا المفهوم. المواطنة الصالحة أول باب أن يكون متقي الله، عنده تقوى الله، وأي إنسان بيكون عنده تقوى الله الله سبحانه وتعالى بلهمه النور وبلهمه، وبيكون غيور على وطنه، على بلده، على أهله، على أخوانه، على جيرانه، بيحب الخير للجميع. بعض الآراء ترى أن قيام الدولة بواجبها تجاه المواطنين هو مفتاح الممارسة الحقيقية للمواطنة الصالحة. تبدأ المواطنة ولا تنتهي، ضمن إطار العلاقة الواضحة والشفافة بين مؤسسات الدولة والمواطن. ولكن التنشئة والتربية على قيم المواطنة حاجة أكبر لتكون المواطنة ثقافة تظهر في السلوك وفي تفاصيل الحياة اليومية للأفراد. كريمان الخطيب لبرنامج من نوفينا.